مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. أخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. طبعا في البداية مرة ثانية، بعض الأخوة والأخوات قالوا لي أنت حضرتك ما بقى واحد ما تكلمت عليه، ما بقى عندك أصدقاء وما بقى عندك مشتركين وكل هذا الكلام. أحب أقول لهم هذه القناة منذ تأسيسها قناة لأحرار العالم، مو بس العراق، لأحرار العالم. ما نحب يكون عندنا 10 مليون متابع وكلهم أتباع وذيول، إذا ما كانت لإيران فللسعودية، وإذا مو للسعودية لتركيا، وإذا مو لتركيا لأمريكا وبريطانيا وكل هذول اللي شاركوا بخراب العراق. أنا بالنسبة إلي أشتي مو على هذه القناة، مثل ما الكثير 99% من القنوات، أما هذا الطرف أو هذا الطرف، ويخاف يطلع بمادة معينة وبشغلة معينة وبفيديو معين يكون صريح مع نفسه قبل ما يكون صريح مع مشاهدينه، وينتقد الجهة أو الدولة أو الرئيس أو الزعيم اللي تسبب في خراب العراق. يخافون. هذا عند قناة يمدح بالجحش المحشي وإيران وولي السفيه ومسويهم رب العالمين، ويطلع لقناة، والمشكلة القنوات العراقية، دا أتكلم مدى أتكلم على قنوات أخرى، الذيول عراقيين، ويطلع قناة ثانية يطبل الولاة الأمر آل سلول ويضع بيهم كل صفات النبوة والمعصومية والأئمة ويجعلهم من آل البيت وكأنهم مرسلين وأحفاد الرسول هم، ويقول لك أنت ليش تتكلم على السعودية، خليك في بلدك. صح، والله كلامكم منطقي. أنا أتكلم عن ولاة أمركم الشعب السعودي، أخ وشقيق إن ونحترمه. احنا ما تكلمنا في يوم من الأيام على أي شعب، مهما اختلفنا مع قادة بلدانهم، بس الشعوب دائما مظلومة، والشعوب احنا دائما معاهم، إن كان في السعودية، في الكويت، في إيران، في العراق، في فلسطين، مع الشعوب. ليش؟ أنا عندي قاعدة، القاعدة مادتي اللي أنا أستند عليها، بأنه القادة والملوك والزعماء دائما في زوال، بس احنا الشعوب باقية، والشعوب أفتخر بيهم بأنه هم أصدقائي وهم متابعين، مو مطبلين هذه العروش الفارغة والكروش العفنة اللي كبرت على حسابك وعلى حسابي، وجعلناهم من المرسلين والأنبياء. هذا هو، أو هاي هي قناة لطيف يحيى. لو عندي 10 شرفاء بالقناة وأحرار ومخهم نظيف وعقليتهم نظيفة ويفكر بعقله ومو ذيل، أتشرف بيهم أحسن ما يكون عندي 10 مليون بس كلهم ذيول ويطبلون لفلان أو علان، وأنا قاعد والله أتكسب من اليوتيوب مثل ما يفعل الغير ويعمل الغير. قناة لطيف يحيى قناة العراقيين وأحرار العراق، وكل محب للعراق وحر، بدون ما يكون ذنب لفلان وعلان وولاة الأمر أو ولاة السفيه. كونوا أحرار، الله خلقكم
وانولدت أحرار. ليش تسوي نفسك عبد ذليل لبشر هو مثلك ما يختلف عنك بشعرة قيد شعرة، بل أنت أحسن وأزكى في خلقك في دينك من كل هذول الناس اللي متصورين نفسهم هم قادة العرب، وهم أفسد ما خلق الله للبشرية، إن كان في العراق إن كان في السعودية إن كان في الكويت أو الإمارات أو إيران أو كل هذه. بس دولة عن دولة تختلف، شعب عن شعب يختلف، ويطلع لي واحد يقول لي أنت ذي اللي صدام. يا با أنا مو ذي اللي صدام، أنا وصدام عراقيين، هذا ابن بلدي عارضته، ورجل لرجل عراقي لعراقي، بدون ما أحط نفسي وأصير تابع لإيران أو الكويت أو السعودية أو تركيا أو فلان أو علان. اتحاربنا تناقرنا إعلاميا غير إعلاميا، على الأقل على الأقل صدام حسين، صدام حسين 40 دولة سقطت الحكم مالته، بس انتو دولكم شعوبكم اللي سقطتكم وراحت سقطكم، وهذا الاختلاف بينكم وبين المراجل اللي كانت في العراق، جعلتوا من العراق ذنب لإيران بسببكم. السعودية دعمت وحرضت على الاحتلال، وإيران تدخلت، وأمريكا طبقت. مخلص الحكي، نقطة راس سطر. نرجع إلى موضوعنا، ثورة العراق. شفتوا حضراتكم من بداية هذه الثورات اللي صارت في كل محافظات العراق، كانت أول ثورة قام بيها الشباب ثورة حرة، ثورة كان لها طعم مميز وكان لها حضور مميز في صفحات التواصل الاجتماعي، في الإعلام العالمي الغربي العربي. بعدها تدخلت الأحزاب، من يوم اللي رفعوا صور ما يسمى بين قوسين قادة العراق أو صمام الأمان السبت تنقاني ومقتدى السطل، وبدت هذه الميليشيات تدخل إلى هذه المظاهرات، تم كسر هذه المظاهرات، وبدأ القتل والقمع والخطف والترويع والتعذيب لكل من شارك بهذه الانتفاضة أو المظاهرات أو الثورة، شو تسموها سموها. باكر بداية الثورة العراقية الجديدة، هذا آخر فرصة لكم يا عراقيين يا أهلي في العراق. هسه يطلعون المطبلين والذيول يقول لك انت قاعد برا تريد شبابنا يقتلون. في كل العالم اكو من يضحي، واكو من يعمل اعلام الهم، واكو من يشتغل سياسة، وكل واحد ياخذ دوره. فكل واحد من ادنى احنا العراقيين وانتو حضراتكم المشاهدين تقدر تشارك بهذه الثورة، اما بقلمك اما بصوتك اما داخليا او عسكريا او اعلاميا او سياسيا في اي بلد انت قاعد به. بهذه الحالة تهيج الرأي العام، انت من هيجت رأي العام مثل ما هيجوا الرأي العام في قضية فلسطين قبل كم يوم، وشفتوا الشوارع العالمية كلها هبد لنصرة الفلسطينيين، وبهذه الطريقة الحكومات مالتهم، لأن حكوماتهم مو مثل حكومات العرب يطب من إذن اليسرى ويطلعها من اليمنى، لا دول ناس الشعوب انتخبتهم والشعوب جابتهم، والشعوب هي اللي تقرر سياسة البلد. ولهذا شفتوا الاستجابة كانت سريعة وتدخلات دولية، وصار اللي صار وقف اطلاق النار وانتهى. ثورة العراق إذا ما يكون بيها إعلام سياسة ورجال شباب نساء أطفال شيوخ في الداخل يطالبون بحقهم،
وما يرفعون صورة أي شخص كائن من يكون، كائن من يكون ما ترفعون صورته. إذا رفعته ارفع العلم العراقي، هذا هو دينك وهذا هو مذهبك وهذا هو قوميتك. العلم العراقي يمثل العراق من زاخل الفاو. من تجي أنت طالع مظاهرة ضد الفساد وضد التعسف اللي موجود بالعراق وضد القتلة وكل هذه الميليشيات اللي موجودة متواجدة في العراق، وبعدين تجي ترفع لي صورة السبتة تنقاني اللي من أول يوم ومن أول انتخابات كان إيده ورجله وكل اللي حواليه يساندون ويدعمون كل هذه القاذورات اللي حكمت العراق من 2003. فأنت على شنو طالع مظاهرات؟ أنت تضرب الحية من الرأس تريد تموتها لو من الذيل. أنت تقطع الرأس الذيل مات، بس ما تجي تريد تقطع الذيل وتقول لي ماتت الحية، هذا ما يصير ولا عقلا ولا منطقا يصير هذا الكلام. هذا الموضوع إذا بقى على هذا الحال وباكر رفعت مرة ثانية صور لهؤلاء المعممين القذرين، فأقروا على العراق السلام. وكل من كل من يتصور وحليبا مو طاهر ومو شريف اللي شارك بما يسمى بالانتخابات الجاية، لأن راح تشاركون بجريمة العراق مرة ثانية. وشفتوا ما يسمى بمجلس الدواب اللي شرع قوانين تفيد أجندتهم، هذه المقاطعة إلية وهذيك المحافظة إلية، وكل واحد قسموا العراق وما خلوا العراق وحدة انتخابية واحدة، لأن يخافون أبو الدعوة أخذ الدعوة وأبو المعرف شنو جماعة الحلبوسي بمكان، وكل واحد وقع نفسه في مكان معين لأن يعرف هذا مكاني وهذا تاريخي وهذه المقاطعة مالتي، هذول راح ينتخبوني فما راح يتغير شيء ولا راح يصير شيء. وكل من أرجع وأقول يشارك بهذه الانتخابات فلا هو حليب طاهر ولا هو شريف ولا عنده ذرة شرف على العراق. راح يطلع لي واحد يقول إذا ما ننتخب ما راح يتغير شيء. كل هذه العملية السياسية هي عبارة عن غلط في غلط في غلط إلى يوم الدين، وما راح يستفاد منها هذا الشعب المنكوب من 2003 لليوم إلا القهر والشهداء والأيتام والأرامل والجوع وسرقة الأموال. هذول رؤساء كتل، هذول رؤساء الكتل واحد عنده مليارات قاعد تدخله، تتصور انتخاب ولا ورقة انتخابية راح تشيله؟ هذول لازقين، هذول أخذوا العراق بالقوة، واللي نخذ بالقوة ما يرجع إلا بالقوة، اللي نخذ بالقوة ما يرجع إلا بالقوة. واحد قل لي انصر مثل سوريا، كل ثورات العالم كل ثورات العالم ما صارت سلمية، من الثورة الفرنسية وإلى العالم كله عشرات الملايين بالثورات ماتوا بس حرروا بلدانهم، وبالأخير رجع البلد أحسن وتطوره زاد وعلمه زاد وفصلوا الدين عن الدولة وبشت الأمور وتطور هذا الشعب وبنى هذه أوروبا كانت حالة حال العراق. الكنيسة الكاثوليكية كانت حاكمة البلد وكانوا مثل ما عندنا قطع رؤوس وجلد وكل هذه الأمور، يعني مو قبل 400 سنة، راجعوا التاريخ وشوفوا كانوا يسوون. بالأخير صارت ثورات ومنها الثورة الفرنسية، أزلوا الدين عن الدولة وشوفوا التطور الأوروبي شلون صار. خلي ناخذ كم اتصال ونبلش نشوف شنو. ألو نعم. ألو نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أستاذ أبو عمر؟ الله يسلمك أبوي، الله يحفظك. أخبارك أمورك؟ الحمد لله. يا ريت نبقى بصلب الموضوع، الله يحفظك. الله يسلمك. أستاذ عيني، أنا من محافظة نينوى. حياك الله. الله يسلمك يبارك بك.
أنا عسكري أداوم بعمليات بغداد. نعم. صارت قدامي حالات يعني عندي أنا أحكي لك شيء يعني عندي ثبوتيات من أوراق إلى صور. ظلموا ناس قدامي. نعم. اللي هم ميليشيات اللي هم العصائب أهل الحق واللي هم سائرون انظلمت ناس. نعم. وقتلوا ناس منهم. هذا الشيء عندي ثبوتيات عليه ورفعت دعوى عليهم بالمحكمة. نعم. بعدين طاردوني أنا وعائلتي. طيب. قتلوا أخي وأنا وعائلتي. الله يرحمه. من البلد وطلعنا. طيب. تسمعني استاذ؟ لا سمعت. يعني عندي كل شيء عندي كل شيء ثبوتيات عليهم يعني رفعت دعوى بالمحكمة حتى على المحاكم مسيطرين. طبعا هذه دولة ميليشيات يعني ايش تتصور دولة ميليشيات يعني ايش راح تتصور مثلا القضاء يوقف معاك واحنا وين عندنا قضاء وين عندنا قضاء يعني القضاء استاد لغى الدعوة وانا اللي صرت مطلوب لهم اي ما هو هذا من تتكالب الامور ويعني عندي امور واعرفهم بالاسماء اسماءهم يعني القادة والضباط اللي هم هددوني وقوة طلعت أطفالي وعائلتي طلعت عفت البلد هاي من 2018 لحد الآن وأتمنى يعني تحاجيني على الخاص عندي أمور كثيرة أريد أشرح لك هي الله يرحم والديك أوكي حبيبي أشكرك أنا هواي على اتصالك لأن اتصالاته أتمنى حاجتيني إن شاء الله الله يخليك أبويا شكرا حبيبي شكرا آسف اتصالاته هواي خلي ناخذ هذا ألو نعم السلام عليكم استاذ لطيف عليكم السلام ورحمه الله صوتي واضح بعد رخو بالموضوع واختصارا للوقت بالنسبه للدعوه المتظاهر المظاهرات ان شاء الله باكر نعم فاحنا بالنسبه احنا كشباب هسه اعمارنا اللي بالثلاثينات جان نشتغل في اوروبا وفي العراق عندنا جروبات بدنا نجمع اكثر كم عدد من الدوكيومنت اللي الدين هذول القتله السفله الميليشيات اللي موجوده هسه حاليا نعم. نقطه اساسيه بالنسبه للجيل الجديد يسقط شيء اسمه مقدس عزيزي لا ترفع صوره لشخص المقدس هو انت والعراق فقط ما عندك شيء مقدس لا عمامه سوداء ولا عمامه بيضاء صح لسانك الدين يقعد بالبيت شغله انتهى الموضوع صح لسانك لا علاقه بالسياسه اللي يصيروا يتاجرون بينا بعد كافي نقطة سطر بيوتنا تهدمت العراق ضاع إيران وأمريكا برا وكل المصالح الدول الجوار طلعها برا خلاص يا أخواني يا أعزائي يا المتظاهرين تحرر الفكر ليكن عندك شيء اسمه مقدس اجمعوا الوثائق للدينهم حاربوهم بالفكر حاربوهم بكل شيء بالإمكانيات الموجودة كل شيء حاربوهم هذولا قتلة ما راح يرحموكم لا صدق راح يرحموهم هذولا قتلة الانتخابات صفر مزورة من هسه قسموها وزعوها بيناتهم بالضبط فلان كرسي وفلان كرسي ما هو هذا دريد نوصله أخويا فبالنسبة أنا أظن صوتك أستاذ لطيف شكرا لجهودك للشباب اللي أعمارهم هسه حاليا جاي نقاتل الصراع هنا وهناك وتعرف أنت بأوروبا هنا الوقت يعني مشكلة جاي نطبق الليل مع النهار الله يبارك بأمركم والله أنا أشجع ناس مثل حضرتك يعني تصدق احنا اصلا يعني تبركنا عوانا يعني مجرد انه بعدنا غير الهم الشاغل هو العراق تقول لي انتم باوروبا عايشين احنا ميتين احنا اجساد ارواحنا هناك بالعراق الله يبارك بعمرك هناك منبوته الله يبارك بعمرك عفوا عليك حتى لو يمكن الشيء بنموت هنا يمكن ندفنون هناك فاضم صوتك وتحيه للشباب ثورة تشرين يسقط المعمم يسقط المقدس حتى لو كان ابويا حتى الله يبارك بعمرك الله يبارك بعمرك كفكر عفية عليك الله يسلمك ونشكر قناتك وشكرا على جهودك الله يسلمك واجب هذا الله يسلمك هذا العقل النير العراقي لازم انت تفكر بهذه الطريقة ماكو شيء مقدس العراق اولا والقداسة للبلد دينك مذهب قوميتك هذه بالبيت تمارسها مال تقعد تفرض دينك وقوميتك ومذهبك على فلان وتجي تحتل بلد كامل باسم الدين والمذهب والقومية مرفوض وتبقى محارب ونحاربك ما طول النفس بينا واذا لطيف راح فمليون لطيف ومليون عراقي ومليون حر راح يوقف بوجهكم لحد اسقاطكم الو نعم الو نعم
الو حياك الله ابو عمر. الله يسلمك ابويا. استاذ الفاضل انا اجلك واحترمك واحترم رايك وفكرك ولغتك واسلوبك وبرنامجك انت وكل الاخوه في المهجر والداخل. الله يبارك ابو عمرك. انا ابو المثنى من لندن. حياك الله اخوي ابو المثنى. معك ومع بعض الاخوه الاعزاء. الله يسلمك. وانا يا استاذي الفاضل او قدوتنا انت وكل الخيرين. الله يبارك ابو عمرك. الكل بدون مسميات. الله يسلمك. انا قلت من بدايه المضاربة انتم ما تتعاملون مع حضاره او ثقافه او امه، انتم تتعاملون مع عصابات مافيا قتلة حراميه. هذا طريقهم وهذا معدنهم وهذا دينهم وهذا فكرهم. بالضبط. وهذه العمامه وهذه ما هم الا عباره عن طابع بريد وعنوان. بالضبط. وقلت لهم اخواني إذا تريدون توصلون إلى حل، شوف الثورات لم تنجح إلا بضحايا وبالبنادق. بالضبط. أما تسألوني تضرحين بطولكم واحد وأنا الحاجة على رقمي عندك، يا ليت تتصل علي لكي أسمي لك الأشخاص الذين خاطبتهم بهذه اللغة، والله راح يخلصونكم واحد. هذول لا ذمة ولا ضمير ولا إنسانية ولا دين ولا قومية، ولا مجرد عصابات، مجموعة لقطة حرامية قتل هذا. بالضبط. وتحياتي لك والفكرة وصلت. الله يبارك بعمرك وشكرا جزيلا أبو المثنى. أتصل علي أعتقد الرقم واضح لأن في أمور خاصة بيني وبينك من فضلك وإحسان. صار إن شاء الله إن شاء الله أبوي إن شاء الله. وشكرا لك وكل الخيرين. ملاحظة أخيرة أخوي المتظاهر، أما شيل سلاحك أو اقعد في بيتك. رحم الله والديك. تعيش. كلمة نهائية، أما شيل سلاحك وكل من دخل العراق من أفغاني إلى إيراني إلى باكستاني إلى هندي إلى بنغلاديشي، حش. صح. عرفت. من البلد ولاقي ياكل، وهذه بدون كهرباء خاصة. صح. تحياتي. الله يسلمك أبوي. وارجو تتصل وارجو ان شاء الله. فانت عندك الضمن انت وكل الخيرين. الله يبارك بامرك. مع السلامه. مع السلامه. يعني الاخ اتصور اختصر لكم المسافه وقال لكم، واحنا حكينا من زمان قلنا لكم اللي نخذ بالقوه ما يرجع الا بالقوه. ما تقعد تطلع لي هم شايل لي لافته وشايل لي ما ادري شنو، وعد أعدادكم بالعشرات الآلاف مئات الآلاف، حولوا مساركم واطلعوا. هذه المقرات الحزبية اللي يمكم، هذه المقرات مع الميليشيات اللي يمكم، وحشوهم لأن راح يصفوكم مرة ثانية. هم راح تطون ألف وألفين شهيد وعشرين ثلاثين ألف جريح، وتعيدون الكرة مرة ثانية، وراح تبقى نفس الدائرة تدورون بيها، والمقابر راح تتمدد، والأموال العراقية راح تنسرق. وانت تقول لي سلمية. السلمية ما تفيد ولا تفيد بشر، ولا راح تسوي أي شغلة بالعراق لو تقوم القيامة. لو تقوم القيامة يعني هذا العراق إذا ما رجع بطريقة مثل ما أخذوه، فمثل ما قال الأخ المتصل، اقعد ببيتك واسكت. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخوي. ألو مرحبك. الله يسلمك أبو إذا سمعك. تفضل. تفضل ده سمعك. قبل شوي تحكيت على السلامة على شنو؟ على السلامة المضاعفات إذا يروحون أعلام إذا قنطوها ما تنجح. طبعا ما تنجح. لأن دول المتظاهر. والله دكتور على
اخويا ابد صوتك مو واضح، يا ريت تتصل بينا مره ثانيه ابويا. انت من مغرفه المي دكتور، احنا مين اللي بفتحها اخويا؟ انتم مو عندكم عشائر؟ هذه العشائر المن تابعه مو لكم. هذول المتظاهرين مو عندهم عشائر؟ يعني هذول المتظاهرين ما طالعين من زرف الحائط، ما كلهم عشائر وكلهم عندهم سلاح وعندهم كل شيء. وين هذه العشائر اللي انتم منها وتصيحون انا من عشيره فلان وافتخر؟ اكو عشيره بالعراق ما بيها سلاح؟ سلاح العشائر اقوى من الجيش، سلاح العشائر اقوى من الميليشيات. اي ما هو هذا، احنا تعال اي دكتور بس كلهم جيل والله العظيم. والله يا اخي يعني دكتور انت على بيت دكتور تقول الله بغرات وتغرات فينا بغرات دكتور، انت دائما تقول الله بغرات. والله يا اخي كل من يقول لك سلمية تفيد روح اسوي السلمية انتو الى يوم الدين. السلمية السلمية راح يصعدوك بالسيارات وراح ياخذوك يعذبوك ويقتلوك وما حد يعرف وين تصير. هي حياة واحدة ترى، بس ربك اللي خلقك هو ياخذها. راح انقطع من الصوت. الو نعم، الو نعم، الو نعم. أستاذ دروك تفضل. نعم أخي العزيز، الموضوع شوية واحد وزالة يعني حتى لا نطول عليك. الله يسلمك. الموضوع صعب أكثر مما يتصور أي إنسان سواء كان بالداخل أو بالخارج. الموضوع يحتاج إلى ثورة عارمة. لازم يكون هنالك تنسيق واموال، ومثل ما دخلوا على العراق وجو فاتوا بهاي الاموال وهاي التنسيق العالي، العراق يحتاج نفس الموضوع. ما هو يا اخي الموضوع يحتاج. اقطع كلامك بخير. الاموال يعني اذا لطيف يحيى وغير لطيف يحيى، احنا اشخاص ندعم، ما عندنا اي مشكله. بس الأموال أكيد. اللي دخلوا بيها هذول الحرامية كانوا مدعومين خليجيا، أمريكيا، بريطانيا، فرنسيا، وكل دول العالم مولتهم. يعني ده نتكلم بعشرات ومئات الملايين من الدولارات. والله أنا ما عندي هذه الميزانية، مو دولة لي أنا. وحتى الناس اللي يدعمون ندعم بمئة ألف، 200 ألف، 500 ألف، نوصل مليون. بس هذه المليون المن راح تحطها؟ كل من هم راح يطلع ويقول لك اعطيني انا عندي 50 واحد. زين، من تدخل اموال باسم تحرير العراق وانا واحد من الناس اخذوا اموال من عندي ولا تحرك جندي ولا شرطي، ولهذا وقفت كل من هسه يدعي اعطيني فلوس وثورة وعندي سلاح وما اعرف شنو. ماكو، سوي ونشوف ونطي. بس ما تقول للطيني مثل ما سويت بغبائي، صدقت هذا الكلام ويقول لك انا عقيد وعميد ويدز لي صور وهويات وبالاخير طلع ماكو شيء وراحت الفلوس وطلعوا راحوا قدموا لجوء دول اوروبيه. اللي يريد يسوي شيء سوي، شوف ذاك الوقت احنا وياك ادعم. لو اعرف هذا الشاكيت اللي علي ابيعه ادعمك، بس ما لحط فلوس لي قدام ما احط بعد. والثورة اذا بيها بيع وشراء فهذه مو ثورة. سوي ان راح نشيل فاسدين ونجيب فاسدين، هذا اللي صار. خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو نعم الو نعم الو مرحبا. مرحبتين. شلونك اخي يحيى؟ الله يسلمك اختي، اهلا وسهلا. طبعا انا اتابعك من زمان على قناتك. الله يسلمك. ونفتخر واحد مثلك بصراحة. الله يبارك بعمرك. مثل ما نسمع يومية على الاخبار صار 30 سنة طبعا، يومية نبكي دم بصراحة، يعني كل العراقيين اعتقد اللي بالخارج
ما احد فرحان يسمع ببلده هيج طبعا يدمر يوم ورا يوم. وندعمك بالصلاة وندعمك بالشموع الله يبارك من كل القديسين من كل الانبياء اللي الله خلقهم على الارض. ادعو للعراق يا رب، ادعي للعراق يا ام يا اختي، ادعي للعراق، ادعي العراق وادعي كل واحد مظلوم، وادعي لكل رب الارباب اللي خالق الكل اللي ينتصرون ويصرون للامام. صدق حتى لو تموت اذا بقى وريض واحد بيك وواحد عراقي يدافع عن بلده نيجي هذا الوريض نحيي بدمنا الله يبارك فيك ورودنا ونقي لهم على مود يعيشون. الله يبارك فيك يا رب يا كل الانبياء وكل القديسين اللي واقفين يصلون قدام رب الارباب ينتصرون 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 ونرجع كلنا لبلادنا ان شاء الله يا رب. امين. الله يحميكم. الله يبارك بيك امي، الله يبارك بيك اختي، ربي يحفظك. تسلم اخويا. تسلمين ابويا. تسلم. وما اريد اطول عليكم والله يساعدكم. الله يحفظك ويبارك بعمرك اختي. بارك الله فيك. اوكي عزيزي، مع السلامة. مع السلامة عيوني، مع السلامة. والله ماكو عراقي برا مرتاح الا الخونة والا الذيول واللي يتصورون بانه عنده كم الف بالبنك ومشتري له سيارة ومشتري له موبايل. هو هذا الغرب اللي هو مكيف به فيقل لي يطيح حظه ويبقى به. احنا نريد بلدنا، احنا نريد بلدنا، احنا نريد نرجع لبلدنا. صار لي 30 سنة ما مرتاح، مو بلدي، مو ديني، مو اخلاقي، اولادنا ضاعت. يعني كل اتحدى عراقي برا يقول اني ابني او بنتي او عائلتي ما ضاعت، حتى لو عايشين في بيت واحد، حتى لو عايشين في بيت واحد اتحداهم اذا يقدر يسيطر على ابنه او بنته. اتحداهم مهما باعوا اخلاقيات وقيم، بس اتحداهم، لان المجتمع هو اللي يفرض عليك هذا الشيء باسم الحرية وباسم عدم التلاسل مع الطفل او الابن او كذا. عم نريد نرجع لبلدنا، نريد نرجع لبلدنا نخدم بلدنا، نريد نربي اولادنا في بلدنا. لان كل من يقول لك الغرب بحرية وبديمقراطية كل خرط، ريتشارد احكي خرط، يطلعوا لي يقولوا لي انت شلون تحكي تطب على بريطانيا والعيده ما يعجبك اطلع من عندها، وين اروح؟ يلا طوني بلد، طوني بلد، خلي ارجع الى بلدي. مين على ابو بريطانيا؟ على بجد ابو امريكا، على ابو ايران، على ابو حكام السعوديه، على كل من دمر البلد. يعني انتوا دا تشوفون حضراتكم، والله ستار صار له 4-5 ايام اللي مشرف على القناه دا يخابرني، دا يقول لي ابو عمر اسبوعيا القناة بين 8-12 مليون مشاهدة. من قمت احكي على ولاة الامر وطلعنا خياسهم وقمنا نضحك ونسوي سخرية بهذه الفيديوهات القصيرة على ولاة الامر والميليشيات، يعني انا قلت بالبداية اتحدى قناة على اليوتيوب تتكلم اذا كان على السعودية او ايران في وقت واحد، اتحداكم الكل ذيول، اما لهذا او لهذا او الهذا والهذا على مود يجمع مشاهدات وياخذ راس الشهر فلوس من اليوتيوب. احنا غير شكل، هذه قناة احرار والحمد لله ربي اللي ما خلاني مثل ذول الايتام اللي عايشين على القنوات اقعد اتوسل فلان وفلان. قناة هذه صوت للعراقيين وغير العراقيين، بس الأحرار أصحاب العقول. يقول لي المشاهدات من 8-12 مليون أسبوعيا نزلت إلى 300 أو 350 380 أقصى حد، بس أنا دا أشوف القناة بأنه المشتركين ضعفوا، عبرنا 400 ألف مشترك، بس قيدوا القناة، قاموا ما يخلوها تنتشر، ما تطلع في فيديوهات كريكومنديشن يعني تعريف لها، وقفوا القناة تنتشر هنا او هناك. ليش؟
منو دا يحاول عمل هذه العملية؟ وستار المشرف على القناة لما يتصل باليوتيوب يقولوا له لا كل شيء تمام، بس هو يعني اكو امور يمكن خلل بالافلام. ماتك شو خلل بالافلام؟ شنو اللي يصير بالافلام؟ وانت شفت حضراتكم لما كنا نعمل بيت نصعد 3000 4000، يلا هسه احنا ايش قد نتبرج 260؟ مدى اجمع مشاهدات، بس دي اقول لكم هو هذا الغرب هيك يشتغل. خلي هسه نطلع نقلب القناة دق ورقص وتحشيش وصدور تطلع برا ونقعد نحكي يا رب يحفظ آل سلمان، بيت سلمان وبيت آل سعود وإيران وكذا، راح يفتحون الحظر وراح تشوفون القناة تتمدد وراح تشوفون القناة تنتشر، وبالعكس يشتركون عشرات الآلاف إذا مؤات مئة. لا أدنى قدنا حتى لو 10 أشخاص مشتركين بقناة وأحنا نعرف شلون نديرها قناة حرة بدون ما تكون ذيل، هذاك الوقت نشوف. عندنا تليفون من السعودية. ألو نعم. ألو نعم. ألو نعم. ملك ما يجاوب. ألو نعم. ألو نعم ماكو. يا بدي جاوب على شنو اللي تتصل لعد. خلي نشوف. أنت مو تقولون عندنا كلام معاك وقلنا الديول يا لسعود. يا بعدكم شي معانا اتصلوا. فهمونا يجوز احنا على غلط. نريد نعرف الحقيقة من عندكم. نريد نعرف الحقيقة أنتوا أهل البلد. وراح نعرف شلون نتعامل. الو نعم. الو نعم. الو نعم. يعني ما تتصلون وما تردون، شلون يعني؟ الو نعم. ماك هاي شلون شغله وياكم؟ على شنو دا تتصلون لعاد؟ ففهمونا يعني انتو تقولون لنا لا تحكي على ولاة الامر، احنا دا نحكي شيء اولا تاريخي موجود على كل، لا مو من جيب لطيف يحيى، احنا دا نقول بان حكام السعودية هم اللي دعموا الحرب. صح يجوز ما دخلوا جيش منهم بس هم مولوا، والكويت فتحت الاراضي وايران احتلت وامريكا جتت قسمت. هو هذا الحقيقة، يعني مو شغلة لطيف يحيى مخترعها او دي يصنف على ولاة اموركم او كذا. يعني ولاة اموركم حاطين لهم دولة اللي يسمون مفتي المهلكة، هذا لو يقعد هسه ولي اموركم يطلع يمارس الجنس علنا بتلفزيون سعودي، يطلع هذا مفتي المهلكة ويقول لك، يطلع له فتوى يدورها ويقول لك هذا جائز، ويطلع لك شغلة ويطلع كأنه مو غلطان. فشفناها. لا تحاولون تلمعون بصورة واحد هو سبب خراب هذه الأمة، خراب بلده قبل بلدي. بس هم يعني خنجر مسموم في خاصرة الدنيا كلها، مو بس العراق، في مصر، في العراق، دخلوا في ليبيا، دخلوا في سوريا، هجموا اليمن. ويقول لك حوثيين، يلا حوثيين 50 مقطم ما قدرتوا لهم. والله ذول الحوثيين لو معتدين على العراق مندس جيش 50 من الطلايع، هذول الأطفال ماكو طلايع، مو جيش، ادزهم يقضون عليهم. مليارات الدولارات آل سعود صرفوا على الحوثيين ما قدروا يزحزحوهم ولا قدروا يسوون شيء. وقل لك احنا الجيش، اي جيش يابا؟ جيش واحد كان بالشرق الاوسط او بدول الخليج هو العراقي، وبسببكم تدمر، وبسبب خيانتكم وعمالتكم تدمر. وراح يقولوا لي لا تحكي، لا والله احكي،
احكي وراح ابقى احكي. ولد ام سلمان ما يختلفون عن ولد ام حازم. هذول يعبدون بشر وهذول يعبدون بشر. هذول يلمعون بصورة البشر حتى لو زنوا بخواتهم وامهاتهم قدامهم يطلعوا لهم فتوى او لغز معين ورجل دين يحلل لهم هذا الزنا ويحلل لهم ما عملوا. هو هذه العملية. مثل ما ولد ام حازم بالعراق مراجعهم تبوقهم وتسرقهم ونعلنهم ونحط لهم فيديوهات ونقول لهم يابا هذه بيوتهم في لندن وهذه بيوتهم في امريكا وهذه بيوتهم في فرنسا، رأسا يطلع لك ايه مالك شغل احنا موافقين، يابا هذا السبت التنقاني عنده قناع ايه احنا نعبد قناع. يعني انتو ما تختلفون عن البهايم الموجودة بالعراق. تريدون هذا عقلك حرره، اعرف شلون تحرره، اعرف شلون تعرف من ربك. ربك ترى الله مو ابن سلمان ولا علي خامنئي، ربك ترى الله غير شي ماكو. لا تقعد تطبل ويطلع لي يقول لك انت تطبل لصدام. انا ما اطبل لصدام، انا دا انشر فيديوهات هذه للتاريخ. الشعب العالم هي تحكم، ما دا اطلع ودا اقول يا عيني ويا صدام يا مع العلم قندرة وقيطان حشاكم. صدام حسين تشرف كل هذول اللي مسمين نفسهم قادة عرب ومسلمين. ليش؟ مثل ما قلت بالبداية 40 دولة يلا سقطته، 40 دولة يلا سقطته. انتو شعوبكم راح تسحلكم. وهذا الاختلاف بين البطل وبين الجرو اللي يحكم بالحديد والنار ولما يلزم يقعد يبوس قنادر. نختم هذه الحلقة ونعتذر ما ناخذ اتصالات بعد لان كثيرة والوقت ما يكفي، بس نبقى نعاهدكم نبقى على مسيرة ودعم الثورة العراقية واي ثورة ان كانت حتى في ايران او في الجزيرة العربية او اي مكان ثاني. العراق لو عاد يا الخليجيين لازم انتوا تقوون ظهركم بيهم، بس انتوا ما تريدون العراق يرجع. ليش؟ لان راح تطفرون على الحدود. واللي يقول انت تسب السعودية يخسى شاربه. كل الشعوب ومن ضمنهم اهلنا في السعودية هم حبايبنا، ولكن الحكام حشاكم اللي برجلي وما راح اتنازل عن هذا الكلام. تحياتي للجميع. طبقت على فلان وفلان وفلان اختاروهم ذولا. على رئيس أمريكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق بصورة علنية. الله شهادة للتاريخ، سليماني دافع عن العراق. والله ما أعرف الحكومة إيش قد تمتلك معلومات من يا حكومة. أيها الأخوة، أكثر من 5000 انتحاري جاءنا من السعودية. أنا أقول لأهل الناس لن تشغلنا لا انتخابات ولا نتائج انتخابات ولا هم هذا الموضوع. السنة يهتمون بقانون العدل لأن عندهم عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء والمسلمين.